التغطية الصحية ونخلصوا المسائل ديالنا القانونية. وهاد الناس هما داونا هاد المشكل. حنا أصبحنا كنعانيو، حنا أصبحنا كنعانيو، حنا أصبحنا كنعانيو. سيدي الله يجزيك بخير، حنا كنبيعوا دراجة نارية، واحد كيشري دراجة نارية جديدة كيشريها دوبل بي، كيمشي كيرقم كيدخل عندهم كيقولوا ليه كيعطيوه عام 8 شهور 7 شهور دار واحد الوصل فيه هذا الوصل المؤقت. السلام عليكم ورحمة الله مستمعي شو تي في، كيف كتشوفوا هنا اليوم كنتواجدوا مباشرة في سوق الدراجات، السوق الشهير على الصعيد الوطني. هذا السوق هذا اللي كيتواجد في القرعة. اليوم معنا الأمين ديال السوق اللي غيوضح لنا بعد بحال شكل الخروقات، لأن الناس بقاو كيبيعوا وما كيشريوا، كاين شي مشاكل بين التسجيل والتحفيظ. سي الحاج، السلام عليكم سي الحاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي الحاج، المشكل عندكم؟ هذا المشكل اللي عندنا حنا، عند الناس عيطوا علينا، طبقوا لنا واحد القانون في 20 ماي 2015. قلنا لهم شنو هذا القانون؟ درنا معهم اجتماع مع الناس المسؤولين ديال الوزارة والناس المسؤولين ديال سيرفيس ايميل. قال لك اودي هذا القانون اللي غادي نطبقوا عليكم، بغينا نثبتوا هوية السائق الدراجة النارية عند الحوادث والسرقة. قلنا سيدي عاش الملك عاش القانون. قبلنا شوية شوية داروا لنا هذه كبيرة هذه صغيرة هذه ما مزياناش هذه بيرمي هذه ماشي بيرمي. الموطور كيدخل من لا ديريكسيون كيدخل 125 كيدخل كيما بقى كيعطيوه الوراق ديال 49 سنتيمتر كيب. حنا مالنا؟ اش عندنا حنا؟ كنشريو بحسن النية ديالنا بالثمن ديالنا بالفلوس ديالنا برزقنا. دابا ولينا كنبيعوا حنا دراجة نارية، كنصيفطوا السيد باش يرقم باش ياخذ الوصل النهائي ديال شهاده الملكيه ديال وزاره النقل واللوجستيك والماء، كنصيفطوه كيعطيوه رانديفو ديال عام وما يزيد عن ذلك، عامين الى اخره. دابا انا عندي ها هو ما يثبت ذلك، عندي واحد عاطينه هنا من 19/1/2019 حتى 10/6/2022. واش هذا حق؟ واش هذا هو المعقول؟ حنا كان غيثبتوا هوية السائق الدراجة النارية قبلناها، واليوم حنا تعدوا علينا والناس راه ما كتبيع ما كتشري، وعندنا 500 ديال البشر هنا كدور في السوق، لا بيع لا شراء لا والو، كنخلصوا قوانين كنخلصوا مسائل. ثاني هذه النقطة الأولى، غنشير للنقطة الثانية. كنعطيو لشي واحد الموطور كيمشي يرقم كيقولوا لي كيطيح لي الصفيح ديال البلاكة ديالو ولا كيطيح لي الوصل النهائي، كيمشي عندهم كيقول لي لا غادي يجيب لنا ملك المركبة القديم. والملك المركبة القديم انزع الملكية الدراجة النارية من اسمه لاسم الملك المركبة الجديد. هذا اللي كندويو عليه حنايا. دابا هذا السيد هذا كيقول لي سيجيب لنا الاول، والاول بصم ونزع الملكية وباع دراجة نارية، ما بقاش عنده حق باش يتكلم في الدراجة النارية. هذه من جهة، ومن الجهة الأخرى القناة السير، حنا ما بقينا كنبيعوا ما بقينا كنشريو ما بقينا كنديروا حتى شي حاجه. حنا بقات لنا الا حاجه هي اللي غنقول لك الله يجزيكم بخير، قلنا حنا غادي نسدوا هاد الحوانت وغنسدوا هاد السوق وغنخرجوا للشانطي وغنقعدوا. الا رضيتوا بينا حنا كنخلصوا قوانين وجريوا وبحثوا وشوفوا هادشي اللي كنقول في هذا البوطاج راه صح. الناس كيعذبونا وكيمحنونا وكيتكرفسوا علينا، حنايا كنطالبوا وكنواجهوا كنطالبوا سيدنا الله ينصر سيدي محمد السادس، الله يرضي عليه والله يشافيه والله يعافيه. كنطالبوا منه يوقف معنا، وكنطالبوا من السيد رئيس الحكومه الجديد الله يجازيه عنا كل خير يوقف معنا ويتجه للمسائل اللي كنديروا حنا. وهذه الاضرار الجسيمه اللي عندنا حنا راه كنتمحنوا وكنتعذبوا. دابا اللي غنقول لك الشريف، دابا انت كتشري موطور جديد ما يمكنش لك غادي تبيعه، فيه ممنوع البيع، هاي ممنوع البيع ممنوع تبيعه. هذه بالنقطه النقطه. نعم سيدي، كتشري كاش وخا تشري كاش ونصوبوا لك الدوسي ونسيزوا لك الموطور وكتمشي للفحص التقني وكتدفع لي من الوراق، كيقول لك سيدي عندك واحد العام، عندك واحد التوصيل عام ما فيه ما تبيع ما تشري فيه. عندنا هذا السيدي غيشري هذا الموطور شراه اليوم وبغى يبيعه غدا ولا بعد غدا، ما عندوش حق يبيعه، عنده حق يبيعه، شراه اليوم وقع عليه مشكل بغى يبيعه، واش ما عندوش حق يبيع؟ غادي يمشي لافيت يطبعوا ليه يطبعوا ليه في السي بي سي ديالهم تما فيه عام عنده حق تبيع، ما يبيع ما يشري. دابا هاد المضله، هاد المضله اللي عندنا الله يجازيك بخير، كتسمعوا هاد المضله ماشي عندنا حنا، على صعيد المغرب
العموم تاع القطاع ديال الدراجه الناريه على صعيد المغرب الوطني ديال العموم. كنا كنتعذبوا، كنا كنتشحنوا، كنا دايرين فينا ما بغاو، دايرين فينا ما بغاو. دقينا البيبان، مشينا عندهم، وقفنا معاهم، اجتمعنا معاهم، ما كاينش اللي بغي يدوي معانا حنا بحال حنا، ما كاينينش. وحنا راه عندنا سيدي الله يجزيك بخير 60 سنة في هذا السوق، 60 عام الناس شربت هنا، والناس كان عندنا حانوت واحد فيه تاجر اليوم صالحوا معاه 4 ولادو كيعيشوا معاه وعندهم وليداتهم. اش غياكلوا هاد الناس؟ اش غنبيعوا حنايا؟ اش غنشريو حنايا؟ عذبونا، محنونا، تكرسوا علينا. اسمح لي بعد سير يلا كمل. محنونا، تكرسوا علينا، هاد الشيء ما كيبغيه لا ربي ولا عبده. إذا كذبتم حكومة نعرفوكم حكومة وكتبغوا لنا الخير وقفوا معانا. احنا كنناشدوا، احنا كنناشدوا وكنناشدوا سيدنا محمد الله ينصرك، الله يرضي عليه، والله يغنيه، والله يشافيه، والله يعافيه، وعاش الملك، وعاش الملك. احنا عندنا أدراج جسيمة وما كاينش اللي يتجه لاعي عنده ومشي ندقن عليه بابو وحنا المشكل ديالنا. حنا بحال ديك اللي غنقول لكم الاخر دارونا في كلشهم، حنا لا شيء، حنا لا شيء عندهم، داروا فينا اللي بغاو، كيداروا اللي بغاو وكيديروا داك الشيء اللي ما بقناش نظن بزاف التفاصيل، ولكن اللي كندوي عليه هو هذا. والله ينصر سيدنا وعاش الملك، والله يرحم الوالدين. كلمه اخيره توزل على الناس المسؤولين. أنا كنوجه لهاد الناس المسؤولين الله يجازيهم بالخير، والله يرضي عليهم، والله يرحم الوالدين، والله يجازيهم عنا كل خير، يوقفوا معنا. راه عندهم سلطة وعندهم مسؤولية، وحنا أمانتنا في العنق ديالهم. حنا كنطلبوا من الله ومن هاد الناس المسؤولين يتجهوا هذا الريبورتاج. حنا كنتعذبوا، حنا كنتشحفوا، حنا كنموتوا، راه يبيع لا شرا 500 ديال البشر، 500 ديال البشر كدور هنايا لا بيع لا شراء. شكون هادشي داروا لينا؟ الفحص التقني، الفحص التقني هادو هما اللي كداونا هادشي عام عامين. وعند حنا عندنا لا نوط، اش فيها لا نوط؟ عندنا لا نوط، اش هي لا نوط؟ عندنا حد الاقصى 60 يوما، عندنا 60 يوما، اجا في 60 يوما العام والعامين والعام ونص. هذا اللهم يرضى من الخير. حنا كنطلبوا من المسؤولين، الناس المسؤولين الله يرحم الوالدين، والله يكمل عليهم بخير، والله يجازيهم بخير، والله يسترهم، والله يرضي عليهم، يتجهوا فينا ويحنوا فينا ويديروا معنا كل شيء الواجب. احنا امانه في عنقهم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. كاين ما تضيف، ما تضيفش حاجه، ما تضيفش حاجه. لا هذا هاد لافيتيت اللي تيمشي لها الانسان اللي تيشري هذا الموتور وتيمشي يبغي رقم وياخذ التوصيل ديالو تيطبعوا لي ذاك العام. واش هاد الانسان هذا العام ما غادي يبيع ما غادي يشري؟ وزيد البوليس يشدوا الموترات في الطريق تيقول لي يا ودي خاصك تمشي. السيد راه مشى دابا لافيتيت تدير لهم هاد العراقيل، خاص هاد لافيتيت تحل لهم المشكل ديالهم الله يجازيك بخير. مشى ما غتعطيش عام ولا عام. واش هاد السيد غيشد عام ولا عام وطر عام ولا عام يبيع ما يشري فيه؟ راه عنده حق يبيع ويشري فيه، وراه هادشي اللي كان الله يجزيكم بخير. حنا هاد المسؤولين خاصهم يشوفوا فينا الله يجزيهم بخير ويوقفوا معنا ويحلوا لنا المشكل. والموتور اللي كيرقموه وكتخرج ليه الملكيه ديالو من بعد الراجل كيمشي يبدل يدير الشونج سميتو كيقولوا لي هاد الموتور كبير شكون اللي رقمو لك؟ وعنده الملكيه ديالو راه عنده اصليه، عنده الملكيه اصليه ديالو. هاد الموتور كبير شكون اللي رقمو لك؟ وقالوا لي اذا ما نحوزوش غتسميه. فين هو كاين؟ ها هو كلمه. انت عيط عيط عليه الله يجزيك بخير، سواه يعطينا تا هو. عيط عليه السيد الحي. كيمشي اخويا الانسان تيشري موتور عنده الملكيه ديالو خارجه ليه الملكيه النهائيه، تيمشي يدير الشونج تيقولوا لي هذا الموتور راه كبير شكون اللي رقمو لك؟ وهو عنده الاصليه ديالهم وهما اللي مرقمينها. بغينا نعرفوا علاش هاد العراقيل. وكاين الراجل دابا اللي كيضيع عليه البلاكه كيمشي يدير الشونج كيقول لي سير جيب لنا مولاها الاصلي. علاش هاد البلاكه ما تصوب بحال ديال الطوموبيلات عاد مول البلايك عادي؟ يمشي يصوب ب 50 درهم ولا ب 30 درهم والله يسخر ويدير التزام ديالو يتحمل مسؤوليته. كيديروا لنا العراقيل بزاف، تنشريو الموتور بالفلوس ملي كنمشيو نشونجيو كيقول لك لا سيدي لا ما تاخذوش هذا الموتور هذا ممنوع البيع. اشنا هي ممنوع البيع؟ ممنوع البيع هي ما ديالوش، كاين اللي مريض ليه ولده. ها واحد دابا نيجا عندي اقسم بالله، اقسم بالله الذي لا اله الا هو، الا جا عندي دابا واحد باع لي موتور راه الكاتب تيسمع فيا دافعو نهار 5 في شهر 1 2020 ايوا تبارك الله
مريضه اللي بنته باغي يدير الراديو، بشحال باع هذا الموتور؟ باغي يبيعه ب 24000. قال لك عفكوني لله، ملي جينا عند الكاتب قال لك لا سيدي راه ما بقاوش غير يعطيو الاوراق ديالو، راه كيتهداو على الناس. البارح واحد السيد طاحوا ليه الاوراق ديال الدراجه الناريه ديالو، عدو الموتور 96، وفاش شاف اش طاحت ليه الاوراق ديالو شهاده الملكيه ديالو، مشى عند الناس مسؤولين، مشى للوزاره، مشى سميتو، قالوا ليه هذا الموتور، هذا الموتور خاصنا نديروا ليه هذا الموتور، خاصنا نحيدوا ليه البلاكه، وخاصنا نديروا ليه بلاكه كبيره من عندنا هنايا، خاصو يكون البلاكه ديالو كبيره. هو ديجا عنده بلاكه عاديه، وفاش طاحوا عليه الاوراق باش شهاده الملكيه قالوا ليه لا، غادي نحيدوا لك هذيك البلاكه وغادي نعطيوك بلاكه كبيره من عندنا من هنايا. الاذان اطلق الاذان ديال واحد هكا، كيف كتشوفوا معايا متابعين تشوفوا الركود ما بقى مع هذه المشاكل اللي وقعت، شوف الناس بقات ما كتبيع ما كتشري، ولا الناس كل شيء جالسين، لا بيع لا شراء لا والو، كيخلصوا ضرائب، كيخلصوا جبايات، كيخلصوا كل شيء. انتم كتشوفوا معايا متابعين تشوفوا، انتم السوق ولا خاوي صافي، السوق مقفل لا بيع لا شراء ولا خاوي، الناس ولات غير جالسه. كيف قلت دابا كاين بعض السادات حيه، هذا السيد بغى يبيع موتور تحتز الفلوس، بغى يبيع موتور ولكن ما عندوش حق يبيعه، فهمتي، ولا طالب غير بنته مريضه ولكن مع الاسف ما بقاش عنده حق يبيعه حتى تكمل هذيك المده اللي عاطينه. انتم كتشوفوا معايا هنا الركود التام، الركود التام هنا. انتم الركود التام متابعين سو تي في، الناس ولات جالسه، محلات جالسين، ما كاين لا بيع لا شراء صافي. تما كتشوفوا معايا متابعين سو تي في، الحديد موجود تبارك الله، الماطر موجودين على الانواع، ولكن مع الاسف البلايكام كل شيء عندهم بلايكات ديالهم كل شيء، ولكن مع الاسف دابا ملي كتبغي تكاتب كتلقى مشكل، ماشي الحاج. هو دابا اليوم حنا عندنا السوق والمحلات خاوين، ما كاين لا بيع لا شراء لا والو، حنا هاد الناس ما بقاوش عندهم اهميه في هاد السوق، كنخلصوا القوانين، واش الراجل معمر بالتجاره ديالو ما كيصورش 1000 ريال، كيجي عندنا موطور باش غنترزقوا فيه الله، واش غادي نشريوه وباش غنبيعوه، كيجي عندنا موطور ما كنقدوش نشريوه، عندو توصيل فيه ممنوع البيع، داروا لنا ممنوع البيع، كان عندنا واحد التوصيل في الاول ما كانش فيه ممنوع البيع، كانوا ميسرين معنا غاديين، دابا داروا لنا واحد التوصيل مؤقت غير لصالح بيع المركبه، ما يمنعش بيع الدراجه الناريه، واش من غنبيعوش الدراجه الناريه؟ حنا غنمشيو، حنا باغي نمشيو حنايا، هانت المحلات، هانت الناس، سوق عالمي معترف به، شوف هاد الناس كيتمحنوا، كيعانيوا، كيقاسيوا، هما الناس، هما كل شيء، المواطنين كيشكل على مواطن الدراجه الناريه، كيمشي عند الفحص التقني، كيعطيه عام. كيمشي كيشدوا ليه الامن، كيحزوا ليه الموطور. بالتعدين بعدم تحويل الملكيه، ودابا هذا الشيء حنا ضرينا، الراجل دابا كيجي يشري عندنا دراجه ناريه، كيجي يشري عندنا دراجه ناريه. دابا الراجل كيجي يشري عندنا دراجه ناريه، كنجبدوا ليه واحد الوصل مؤقت بحال هذا، كيقول لا خويا ما نشريهاش عندك. علاش؟ من هاد الناس ديال الفحص التقني كيديروا لنا التماطول، ما كيعطيوش الناس الوراق ديالهم بحد الاقصى 60 يوما، وهذا اللي غنقولوا حنا كنطلبوا من الله ومن سيدنا الله ينصرك ومن جميع المسؤولين يوقفوا معنا ويواسيونا ويتكلموا علينا، الله يجازيهم عنا كل خير والحمد لله رب العالمين وعاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. هذا نداء لهذ الحكومه اللي عندنا دابا، بغيناكم واحد المشكل فكوا لينا. الحل عندنا بسيط، وهو ازاله عاد ممنوع بيع المركبه، حيدوا لينا هذيك وخليوا اللي شرى ديما الاخراني هو اللي ياخذ البلاكه، والامور غاده كي كانت غاده في الاول. دابا نتوما درتوا هذيك ممنوع البيع، مده الصلاحيه 60 يوم، ومني كانت 60 يوم، 60 يوم خاص السيد ياخذ البلاكه ديالو ويعاود يبيع. الا فاتت 60 يوم اش كيديروا ليهم؟ كيعاودوا يكاشيو ليه، علاش كتعاود تكاشي ليه؟ هذاك القانون الداخلي ديال لافيزيج، ما عندناش مشكل، حنا احترموا قانون ديال 60 يوم. يفوت الموتور 60 يوم خاص يخرج لي البلاكه ديالو وتخرج لي الملكيه ديالو، هذا هو الاساس. وشكرا
وهذا نداء لجلالة محمد السادس، وشوف فينا، شوف فينا الملك ديالنا، راك حبيب علينا وعز علينا، شوف فينا. شكرا شكرا. كيف كنتوا معايا بطبيعه الحال سوسوفي، هنا كنتوازوا في سوق الدراجات هنا بالقريعه، كيف كتشوفوا الركود التام ان مع هاد المشاكل اللي وقع الناس بقات ما كتبيع ما كتشري ولا كلشي لا حول ولا قوه الا بالله. الى هنا متابعينا شوتي بي نشكركم، الى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله. شكرا لكم، الى اللقاء.